الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم ونبارك على النبي الأمين قاد غر المحجلين الميامين بابي أمي صلى الله عليه وسلم. ما تصلي عليه حبيب رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومشتركي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. بعض الإخوة طلبوا مننا أن احنا نعمل حلقات عن تفسير القرآن، وسنبدأ اليوم إن شاء الله بتفسير سورة من السور القصار في القرآن، وهي سورة الهمزة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. الويل هو وادي يسيل من صديد أهل النار أعاذني الله وإياكم. ويل لكل همزة لمزة، لكل همزة، لكل مغتاب للناس، لكل همزة لمزة الذي يعيب الناس ويطعن فيهم، الذي جمع ماله وعدده، الذي يجمع المال وأحصاه ولم ينفقه في سبيل الله عز وجل، يحسب أن ماله أخلده، يحسب أن المال الذي جمعه وأحصاه وبخل في إنفاقه سيخلده في الدنيا، فهو واهم، لأنه يعلم بعد ذلك أو كان يجهل، لا أقول يعلم، أنه يجهل أنه سيموت وسيقف بين يدي الله عز وجل وسيرث هذا المال من بعده من سيرثه. قال الله عز وجل: كلا لينبذن في الحطمة، أي سيقذف في النار. والحطمة أعاذنا الله وإياكم اسم من أسماء النار، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، التي يطلع ألمها ووهجها على القلوب، فإنها عليهم مؤصدة أي مطبقة في عمد ممددة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا جزاء من يغتاب ويلمز الناس يوم القيامة. وكثير من الناس من يتهاون في الغيبة والنميمة وهتك أعراض الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به: مررت بقوم لهم أسفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم من الغيمة والنميمة ومن الخوض في أعراض الناس. أسأل الله عز وجل أن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة، وقلوبنا من الرياء، وأعمالنا من النفاق، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم يا رب العالمين، وأن يحصننا وإياكم من الوقوع في الزلل. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.